السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصدقائي. النهاردة هنشوف شرح لكيفية فتح السكوب عند الانحناء. زي ما احنا شايفين، بتكون انت ماشي باللعبة، أول ما بتنحني المفروض ان السكوب يتفتح، لأنه ده بيكون أسرع في اللعب وبيديلك أفضلية في المواجهات، انك بسرعة بتعرف تتغلب على خصمك أسرع منه، أسرع ما انت تعمل الانحناء وبعدين تفتح سكوب، لا فتح السكوب مباشرة بمجرد الانحناء. تعالوا نشوف الطريقة نفعلها من خلال الإعدادات. بنروح يا شباب لزر الإعدادات اللي في الأعلى، بيكون عندك هنا 3 اختيارات في الأعلى، 1 2 3. بنروح للاختيار الثالث اللي هو صوب وانكر لإطلاق النار، وبعدين بننزل كده للأسفل عند هذا الإعداد النظر والمنظار مفتوح، بيكون عندك معطل بتفعله، وبعدين بنعود للخلف. خلينا كده نحاول نفتح السكوب. زي ما احنا شايفين تم فتح السكوب مباشرة، تم فتح السكوب مباشرة زي ما احنا شايفين. ده كان حل بسيط من خلال الإعدادات لفتح السكوب أثناء الانحناء. يا رب يكون الشرح